بسرعه بسرعه يلا يلا. اي لا 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 ربي بطيك الله تقابوك. هلو بيبي، يا صباح الخير يا محلات هالصباح الجميل، محلات هالصباح الجميل. شو هذا؟ شو هذا؟ يا 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 صباح الخير. اي جود مورنينج بيبي، جود مورنينج. شو هالصبح؟ شو هالصبح اللي جنن اليوم؟ شو هالصبح؟ قول بتصير دبي اليوم صدق؟ بتصير دبي؟ ايه انطف ابوك عفصتوني 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 عفصتوني. اي 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 ما خبرتني ليش ما يقول؟ ها يجي هذا السمان؟ ها ليش ما خبرتني؟ انت نوم نوم. كيف حالك؟ هذا وين يجي سمان؟ ها وين؟ سلطان. شو اسمه؟ سلطان؟ سلطان. بس سلطان نام ثاني ما في؟ ها سلطان طالع عمارك من شباب هالمقيوين يسوي يطعم اللوز. عنده وايد شير، هو وايد وايد انواع شير، ويسوي تطعيم بلوز غريب عجيب، يلف الدنيا رفعنك دارين سيهات القطيف البحرين بجميع مناطقها، يروح للكويت من الفجيرة من جميع أنحاء الإمارات، يجيب بلوز ويطعم يجيب بلوز ويطعم واللي ينجح كاثر منه والعام ويبيع ما شاء الله يبيع، ورجال أمين وزين وخايف من الله ونظيف ومعتمد في حياته، وهو مش مهندس ولا عنده ثقافة جامعات لكن عنده ثقافة دنيا ما شاء الله عليه، مسوي اللي يعيزون عنه أكبر مهندسين في العالم من تطعيم همبة وحمضيات ما شاء الله عليه، يعني رجال بعيال ما شاء الله عليه، يعني بريح بطريقة ما تتخيلونها في الزراعة، وسوى هذا المشروع وشد مشيت له أنا يعني رقم كبير مئات، ما برخيص ترى ما برخيص، يعني الشيرة يعني اللي هالكبار أظن يتكلف 500 درهم أو 700 والله ما أتذكر، لكن مطرشين لي اليوم هاي هدية هو، وتلومت والله كان تبون الصدق، ما ياخذ اللوز على الوصف ولا على النعت، ياخذه على الطعم، من عقب ما ياخذ اللوزة ويطعمها ويعرف أمها ويعرف موقعها ويعرف وين هذا يسير، وياخذ طالة عماركم الطعم هذا، الطعم هذا ياخذ مهنيها وقصه وسوال مرواد أبداً، وهذا طالة عماركم ونسوي للتطعيم، لأن تعرفون أنتوا اللوز مهما طالت دنيا ولا قصرت، طار اللادمي فوق ولا وقع تحت، مستحيل انها تظهر شرات امها، تظهر شرات امها تقريبا يمكن 20% تظهر شرات امها يوم تزرعها صلامة، احتمالية تظهر اخير امها بعد 20%، كم باجي؟ 60، 60 هاي تظهر اخس. تخيلوا
تظهر أخس عنها حالها حال اللي ما ينكل. سبحان الله سبحانك يا رب معظم شانك لك بصاير في أمي وأبوي. لا 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 والله ما تناول ليتر بعدين حبيبي بعدين غرب الله تهلل الحين هالمشكلة العيال كلهم انجليزي 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 هاي مصيبة. لكن ما شاء الله حد يقول زين حد يقول شين هاي بصرحين هاي من الأشياء السلبية. لكن الأمهات والأبهات ما شاء الله عليهم دومهم في الدوام يشتغلون في دواماتهم. ولكن يعني إن شاء الله إن شاء الله إنك شو اسمك؟ أي قرب الله تعرف ورقة your name؟ جين بابا. جين جين today the baby they don't have school. Not least Saturday they don't have school. Hey Saturday. Hey اليوم السبت. Resting day. Resting day. But I think they will go to Dubai today. Yeah they'll go to Dubai. سير دبي أنت اليوم؟ سير دبي عاد يدوه؟ لا لا ما في ريح ما في ريحة. هذا سماد معقام معدل وزين. جايني شتل ما عندي له مكان. جايني شتل طالت اعماركم فراوله من البطين هذا عند ناس غاليين ما شي شرت لكم ما عندي له مكان. بحتد عندي هاي تقريبا 5 بوتات لا والله 6 بزرع فيهم فراوله شو اسوي ما عندي مكان ولا ودي امي وابوي انت وينتر جاردن دبي ابوي فتحوا في الحبتور فتحوا الوينتر جاردن ايه بيخربون ابوي حتى على اللي في عندهم الوينتر جاردن ما شاء الله عليهم. وينتر جاردن طالت اعماركم اللي عند الحبتور مجمع الحبتور سيتي من اجمل المناطق اللي الواحد يقدر يزورها في على مستوى دولة الامارات. منتجع جميل المطاعم مشاريع مشاريع كافيهات والمقصود من الموقع هذا ان يسوون دعم للطلاب وللشباب وللتجار ولاصحاب الافكار الجميله ولا ما شاء الله ما عليهم قاسي. لكن انشائهم واحتوائهم لهالشباب وتشجيعهم في هذا الموقع للناس اللي يبقى يفتح كوفي ولا مطعم صغيروني ولا شبه ذلك هذا روحه ما شاء الله من عندهم من نفس الموقع هذا من أكثر من 8 أو 10 سنين وهم يفتحونها من نفس الموقع تبارك الرحمن. استوت كافيهات وبراندات عالمية وصلوا إلى العالمية. لكن بدايتهم وين؟ من وينترلاند من وينترلاند شو اسمه؟ وينتر وين مسوين قوم الحبتور الكافيهات مشاهد الحبتور سيتي وينتر جاردن وينتر جاردن وينتر جاردن يسمونها. هي والله أنا سرت أكثر عن 100 مرة مكان وايد جميل ملتقى العالم الشباب الشابات الكبار والصغار منطقة عائلية مسوي مثل كرنفال لقاء العالم يتجمعون يستوي التعارف تبادل ثقافات تبادل المعرفة هذا منهم يشجع الثاني يشوف الثاني كيف كانت بداياته. مش غلط مش لازم انت تصير تاخذ اشياء تشبه يعني تاخذ منتج زين ولا شيء عادي لا تقدر تاخذ المنتج وجاهز للتسويق وتبتدي بداية شباب وتوصل الى العالمية حالك حالك حال اللي وصلوا. والسبب شو؟ نقطة البداية وين؟ فما شاء الله الحبتور سيتي مسوي مكان تجمع جميل. خلاص الحين طارت الطيور برزاقها لكن اللي يبى للحول ولا الحايل واللي يبى طارت أعماركم يصير يتفرج. فالوينتر جاردن في الحبتور سيتي منطقة جميلة مطاعم فنانة يعني اللي بيجي من قطر ولا من الكويت ولا من السعودية أبدأ تكتب في جوجل الحبتور سيتي وين الحبتور سيتي بس يصير انت هناك والحبتور بلس مشاهد فندق الحبتور بلس شيء عجبه من عجائب الدنيا السبع. الله يبارك لهم يجزاهم الله خير على تشجيعهم للشباب المواطنين ما شاء الله مسوين شيء وايد فنان. هذا ما اقولكم شوفوا عينكم هنا هذا لا بد ولا عذر هذا هاي يسمونهم سرطانات لازم تنشل.
لازم تراقب الزراعة وتشل. هذه الشيرة طالك عماركم مزروعة متى؟ هذه مش مزروعة أكثر من 10 سنين لو 8، لكن أنا قفلت عنها ونش الطعم اللي تحت الأصل، ما بالطعم هذا الطعم، أما الأصل هذا غفلت عنه ونشرات هذا بكان وسار فوق طول الريال بمرتين، نشيت خلاص الدهنت وقصيته ونش واعتنيت بهذا، هذا كان هالطويل فقير وتام مكانه مكان كسر، وعقب ما قصيت الحمد لله الحين كل ما خطفته شل، وهذه ما شاء الله عليها قدة حرماء سنطرة رقم 1. إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى أن الله يكافينا شر صانعة الأنفاق. صانعة الأنفاق طالت أعماركم هذه بادي، هذه مشكلتها صانعة الأنفاق يبالها رش عادة، هذه الحين لازم ترش في الأسبوع مرة عقب مرة عقب مرة 3-4 مرات، يالله يالله تروم تقضي على صانعة الأنفاق. هذه آفة غرب الله غرب الله تغرب الله، ولا تظهر لوقت النمو الخضري، وهذا وقت الحين النمو الخضري مع الإزهار كافي نشرها. إيه جمح الشيارة جمح، تازم مكانك سر والله ولا تحترج الشيارة وسب شو هذا، هاي صانعة الأنفاق. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف كيف استوى، شوف وين وصل، هذا تو الحين من شهر 9، من شهر في آخر شهر 9 10 و11 شهرين ما شاء الله، هذا كل نمو خضري في خلال هالشهرين تبارك الرحمن. نحن سويناه لطالت أعماركم تقليم جائر وداويناه بالمبيد الفطري، هذا خلاص عاد اللي قلم قلم موسم التقليم هذاك، الحين كل موسم حتى الحين الواحد يروم يقلم، لكن الأحسن للمناطق اللي قرب الساحل، الساحلي اللي مثل بوظبي ودبي اللي على البحر، هاي طالت أعماركم تقليمهم من الفجيره لين شنتية السلع، تقليمهم من شهر 9 لأنها لازم يكون تحت 40، تحت 40 درجة الحرارة شهر 9 أولي، لكن المناطق الجبلية هذا فوق 40 تم شهر 9، تبتدي تكسر عن 40 في شهر 10، يقلمون في شهر 10 المناطق الجبلية والصحراوية، والحمد لله كل هالمناطق زين حينة، الدنيا اعتدلت، الدنيا في خير يا ربي. ايه ما تخطفل لي ومن ارمس، ما تسلطة علي سلطة هالهليكوبتر، ما تخطرة اليوم بيتحيني انا ارمس، ايه تحرد لي هذا القبطان مالها حد موصلنا علي. ايه سبحان الله وتر أبل بعد من الأشجار، يعني يبالها شوية عناية أول زمانها أول ما تزرعها، عقب عاد تخبط يبالها شوية عناية قبل وتر أبل. أمبيه أبوي شلوهن الطرابيل خلاص، شلوهن الطرابيل، هي هي وينو عناش اسمه رشيد، يلا 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 شلوه شلوه خلاص، احنا الشير يحتاج شمس، هي الشير خلاص عاد حينا. شوف اقول لكم وانتم تمشون وانتم تمشون زرع كل ما شفتوا من هالسرطانات شلوهم، هاي الهن السرطانات ترك عمركم اللي تثر على الزراعه تضعف اللم، تضعف اللم، هاي كل هذا وقت الحين ظهورهم، ضروري انك تزيل هن هاي السرطانات وتتم المكان هذا اللي في نص الزراعه، هاي ما في تهويه، ما في كثافه، كثافه ورق، كثافه الورق حطت اعماركم هاي يضرها الاشياء يضعفها. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ها كل تسوي له تقليم جائر زيد ال 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 التين ما شاء الله بخير وسهال ومنظف ومعدل ومزين وعلى ما تشوفون. من هاي البرتقالة طالت عماكم يسمون البرتقال موادي اللي من داخله شرات الدم حمر، يجي حب حمر كامل، لا حمر مفحح يعني شرات الخطوط الحمر، برتقان الدمه
برتقان ما وردي يسمونه. انت بيبي بيبي انت بيبي هاي جيني. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شاطر خلادي شاطر حديتك انا. بي كيرفل تحمل. يا ربي وين بح ما عندي مكان. الحين لبولي هذا ما عندي مكان شيء بطعام شيء بركب وشيء. ما عندي مكان. ما شاء الله ليتكم لا تروحون ريحة الياسمين الهندي هذا. خنينة ريحته. تفوتخ في المكان. ما شاء الله بسوي منه وايد. الحين عندي 5 حفاير. أبزرع فيه النوع متسلقات ما بعندي. أبى شيء ما بعندي. شيء جديد غير عن اللي عندي. عدة أسامي لها، عدة أسامي. الكتلة الزرقاء، الشاي الأزرق، حد يسميها ست الحسن، ودنيا مطرجة، لكنها ما شاء الله عليها قوية ومقاومة للشمس وللحرارة، وهذه حين تقريبا لها 10 سنين. علو مزروعة في الأرض تحت بتخبل، لكن سبحان الله الدرامات هايل، وقادي ما شاء الله متعظمة تبارك الرحمن خير الخالقين ما شاء الله، واصلة لين الدور الثالث ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما يبالها زود عباله، ما يبالها زود عباله. تسميد تسميد وما شاء الله. وساكة هاكي طاع وين ساكة في كبد السماء. الحين عندي تامات 5 أماكن دولهن شيء من المتسلقات اللي ما عندي منها. شف الكلب وشف الفيل وحافر القطو ناب الديب كلهن عندي. أقولكم كل حد مسمي اسم، كل حد مسمي اسم، كل حد مسمي لك 600 اسم. شو اسوي؟ واسير على الاسامي اللي موجودات في الانترنت واللي موجودات عند العرب، وما شاء الله تبارك الرحمن كل يضرب وكل زين. اذا انك تعبل يا شو اسمك، شو اسمه رشيد حبيب، تدون ينزلوها الطرابيل خلاص عاد الحين. بس من متى؟ من العام، ومفروض شهر 9 آخر شهر 9، لكن قلنا في خاطري بخليهن بعد الدنيا ما بردت. الحين توها بادي الدنيا شوية تعتدل. شوف انت السفرجة شو اسمه البملو، هب البملو يا ربي كيف انسى اسمه. هل مرورة الحين ما عندنا؟ ما في مرورة. خليت يزيد هن تربة شوية. هاي أسمدة معالجة وتربة وكمبوست، و بدأ ما يتم هالنمو هالخلايا. الطرف هذا ما طاعن يضرب. شوف كان بيها هذه وحدة كيا بعدها تامة فوق. شوفه هذه لا هذا ما في قصيت أنت بس زين. يلا باي هاي بارك بارك الله فيك. Thank you. زدناها شوية الحين على خلاص. يجينا فراولة طالت عماركم. اي اي شوي 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 عن الله تعابوك. اي يا ها خلاص ممنوع 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 سرعة ممنوع. طالع كبار ها واحدة قلنا بنحط فيها 10. والله بيطرح فيها البركة. بدأ ما يتمن. ما عندي لهم مكان. ما عندي مكان. ما عندي ولا بخت عيني والله. ما كثرهن ها. هذه حول 1000
الحين انا كل اللي بحتاج حتى صينيه وحده يلا يلا يزيد عن حاجتي عشر ما تسوي زياده عن عشر اذا عشر 12 عارف الله كنت اخلص عاده هو لازم شوية بعد لكن أنا فرحان براي ريحته ولا جميل لو بس أسم كل من كنت عربوا لا تشوف صغاري يلعبون في الحوي بيش بتشمخ سيائر خلي زاوية السيارة الطرف هذا أدري إني أنا وقفت زين شفت السيارة بس في مكان خالف ليش ما تعدلها ليش تم الصبح ليش راقد؟ بابا انا صار 2 قوم ودي من هناك من صديق مالين شو اسمه شو اسمه شو اسمه محمد بادع ولا دميره بابا اسمه ملهوه اي والله ضوينا البارحه الساعه 1 ونص بتوديني يا خالد قلت لا والله ابوي ما في اوديك لا خليه بس كنت خليني قلت ابغى خليك ترب تكسي ولا خل يوديك عناية لا ها بيت مالهم بعيد لا ما في بيت بس روح مال شيخ بوت هي بس اول دور سيدا هي ثاني دور يمين بعدين يوتن في زراعه بيته ولا ما في زراعه؟ لا زراعه ما في بس الحين هو ترتيب مجلس مجلس الله يبارك له هذا ميرس بن جلوي انا ابو يا محمل في كل سنه يحشروا له لوح يخدمون يخدم ميلس من كم من سنه الحين هاي السنه رابعه الحين اربع سنين هو يخدمون له الميلس انا ابو كان بيك الزرع حنتين الحين يلا كمل كمل الباجي ها والله اني قايل اللي حط 10 الحين حط 12 انا ابو رويد برايي تعال كمل خلاص كمل حط هاي وحده هني في الراس وهناك وحده وهناك وحده خلاص 12 12 يقحط ولا ما ضرها مبونا نحن ما بنسوي مرابياء ترى هو يدلّ يسوي شرات الخنابيل خاري يطيحن ما يتم فوق نفس الترتيب عليهن كلهن زين ثانك يو شامبي توقعوا الحين هذه طلعت عماركم بصايرنا للسمك نظهر من الليل نظهر من الليل أي سمكة تكون نظهر من الليل خليها تفتش على دوبها عن الثلج ما يتودنا بماء لا أكبر غلط تودين الدياي واللحم وسمك ما يتودن بماء أبدا تخوز فايته كلها ويغدي حتى التسمم يضربه من اللي يودنون بماء هذا طالت عماركم تظهر القدام من الليل وتصبح الصبح يوم عدي الضحى حطيت له الملح والكركم تحطه في مشخلة شوف شي يطلع منه هذه كلها الزفرة هالسهجة سهجة السمك كلها تقاطر من المشخلة ما تقدر تحط انت السمك الحين داخل لقن وتحط له الملح والكركم وخلاف تغسل عنه لا لازم يسوي تصريف مياه حق يقطر ويتخوز عن السهجة نشل طارت عماركم خلاف اغسلوه زين ما زين نظفوا بطنه وظهره زين ما زين وحففوه عن الماء وعقب عادة بأكل حرمة وكل راعي بيت على هواه حد يحشيه وحد يبزره وحد بلي بزار حد ببزار حد بصبار كل حد على طريقته اللي بيشخل عليه واللي بيشبس عليه واللي بيسوي صالون ولا مقلع حاف عاد على هواه لكن الاصل هذا لازم هاي الطريقه انه يحف على شو بيفتش عن الثلج بليه تودين يفتش عن الثلج يلا ثانك يو بسم الله الرحمن ويا سدبرك في الحجره عن ابوه 24 ساعه
اشرب ماي احسن. شوف ايش قايل الحين السكر صلاح، يوم تشرب ماي ينزل السكر والحمامات عدالك. نيتوه يا بابا. شو نيتوه؟ ما بصير مكان موجود دبي. لا ما بصير دبي، بصير المدينه حبيبي، مدينه زايد بصير. انا ومنهل و شو اسمه ربيع ان شاء الله حبيبي، انا ومنهل و... و... والبادر. البادر هي فيت ناف تو ايت. يلا عاد يلا في خاب تهلع على عقيدي. من الصبح الله خير، قلت لهم الصبح سووا لي كم من قريس حارات. ايه كم قرص حارات هذا له خير. اصبحنا واصبح الملك للناس، تصبح تقول لا اله الا الله، وانا اصبح عندي هذا باع 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 وهو يعني بهالكذا طاح عدالي. المهم طالت عماكم بحسنا عند الحلاق، ونسي الحلاق ابوي يلاط اللحيه يلاط اليهد، لعب فيها لعبه الذين كفروا. زين حلاقته اول مره يا ها ها وانت حلقت انت؟ ايه مو حلقت؟ ايه ابيه شعبيه كم؟ ما ابي هذا جديد؟ لا حلاق جديد؟ لا اول. كم اعطيته بيزات؟ 20؟ لا ها 700 700؟ ايه 700 100 100 100 10 قنبو 10 هنتين ايه؟ يعني 20 ايه؟ زيقتني يعني ب 700 المهم طالت اعماركم تريا البادع ومنهل، ان شاء الله الساعه 10 بنحرك وبتجدد المدينه. انت تسافر؟ انا متى بسافر؟ إيه؟ عن طريق عن سالفه السفره تعالي عدالي عاد الحين. السفرات اسمع انت والربع، ان شاء الله جايتنا دعوه الرياض، لكن يوم واحد برد، هو المفروض اني ثلاث ايام ما عندي وقت، بنصير يوم واحد برد. من عقب الرياض طالت عماركم عندنا دعوة في قطر، دولة قطر، وعقب بعد عندنا في نفس الوقت دعوة لمملكة البحرين. هاي ثلاث دعاوي، وعقب بنسير طالت عماركم في عيد الاتحاد بنسير مصر. تالي هي تالي هي ما تجي خصك نزيل نزيل برد من مصر. بنيس طالت عماركم الرخصة هي يوم الاثنين، نحب نسير من يوم الجمعة، جمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة، الأربعة بنطوي بضبي إن شاء الله. وعقب عاد ما عندنا شغيلات شرق وغرب ومن يوم هناك، وإن شاء الله سير العودة سيرة لندن إن شاء الله بتكون تاريخ 26/12 26/12 بنيس طالت عماركم من 26 لين تاريخ 3/1 8 ليالي بالضبط إن شاء الله سيرة لندن، والعرب كلها سايرة عطلة هاي رأس السنة. نحن ما بأسب العطلة، نسب اليمعة وتغيير جو لا أكثر ولا أقل. وصلاح انتي لسني رامي 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 إيلس مرة تحرك. لا 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 نحن مياك يا بابا بسير بني ياسر. إيه حرس شو تحرس ما مي يشوف يوم ما يشوف مي وانا شوف مريم ما باليد مشكلة ما بمشكلة بس يا معاير هو ايه ويعي ايه اشوف لي شوف بدري يا 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 وصل الطيب وصل الطيب وصل الطيب. يا سلام يا سلام يا سلام ما شاء الله ما زين عاد يوم حار مرة حار يدخن قاعد سلام ايه ايه خير ابو علي صباح الخير صباح الخير محمد. حار توه حار مره يدخن حار مره يا سلام لا صار بلا استوى حرامي انه لا صار ولا استوى ما ما زين ما لده ها البادع جنة غاوية محا وايد وايد غاوية
بعد واحدة. هذا ريوق نادي حلو. بعد عمك تحبه هذا الحنفروش؟ لا ما ضاف السكر ما ضاف. والله. بعد أمك حية تفاد أنت. حياة أمي رحمة الله. حياة أمي رحمة الله عليها أبدأ. مستحيل تسوي كنترول. أدع. شو رأيك في الخنفروش؟ لذيذ. فنان؟ والله لذيذ. أقول لك أنا من أصبحت أشوف ملاكمة. هي. تحيده تايسون تايسون تحيده. هي هي. قام وضمط على واحد زامطه ويا واحد عمره 27 يوتيوبر. انزين. الساعة 9 بدت الضرب. انزين. وقلبي ويا تايسون يا اخي وشي بعمره 58. انزين والاخير؟ خسر. حلف. بس ما طاح. والله. ما قدر ابو محمد العمر يا ابوي لا. هل يقول لك العمر مجرد رقم؟ كذاب. لا والله كذاب. تعال دوك يقول متوصف. تالي العمر فضاح. أيوة. اما عمى ولا تساح هو حاول حرام لذا صغير حرام تالي العمر فضاح اما عمى ولا تساح ما باليد حيله شو يقول ما يعرف عربي المهم شو رايك في الخنفروش جنن لا الخنفروش ترى اعماركم حطينا لكم طريقته وطريقه خدمته الطريقه ما إذا كل واحد بطريقة بيمشي عليه وبيستوي نفس الطعم لا لا لا, لا. شوفوا الخنفروش من صعوبته لازم تعرفون أنه من كل 1000 بيت يمكن بيت ولا بيتين اللي يرمون يخدمونه بهالطريقة صعب ودقيق إلى أبعد الحدود وايد صعب من النوادر حد يعرف له لين الواحد يصير يده تقبض على هذا يبالي خدمة سنة سنتين ثلاثة طريقة يوميا يلا يلا يوصل إلى مرحلة كريسبي مخاري وهش من داخل هذا الخنفروش اللي على بطن وظهره سبحان الله سبحان الله المهم طالت عماركم إن الخنفروش هذا ما يعطونه الإنسان العادي الخنفروش من كثر ما هو صعب الشرع الأولي يعطى الخنفروش للمعرس وللشيخ وللوالي ونائب الوالي يعطون الخنفروش ويخدمونه الإنسان الكديد والرجال راعي الراتب والرجال راد الطرش والرجال في خير يجيب المكدة ويجيب يكد على هله هذا الحرمة يخدم الخنفروش للرجال راعي البرزة راعي الميلس يوم حب يجيه رجال في خير بي راعي علم وخبر الناس بتي غرب الله تكيب بعد انزين هويت في اقول لك يوم انت ما حد يحبني يوم انت هني ما يحبني اخي صالح لا مسكين بعد ما يتكلم ما يتكلم يقول ما يتكلم وايد شراتك حبيبي انت شرات اخوك ما حد يتكلم هالكذا عارف الرقم القياسي المهم طالت عماركم والله ما زال الدنيا كلها كشب بسم الله وين نبارت اليوم وين نبارت هذه يا الله يا الله أظهر أظهر بالعلي بخقف على العرب أخير عن هاي بسم الله كان نظارة مكامل هاي نظارة غوار هاي نظارة غوار غوار يا الله يا الله يا الله أوه خوزوا على الله 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 يا بغير ريب الحبايب الله تصيرك قليل الأدب المهم عاد نسيت والله شو كنت أقول هي فل لا لا ولا لا شو اسمه؟ فلان نظارة جنة. هي لا خلاص تم لابسينها خلاص. خلاص بلبسها حينه. أقولكم والخنفروش ياكل الإنسان اللي يعرف الأكل اللي يعرف ذويق الفود تيست. لكن هذا كل شيء يوزله شرات الدرام بطنه كل شيء يعقونه فيه هذا ما يعطون والله يا البادئ. إي والله ما بيعرف يميز. ما يعرف يميز عدم الماي. بعدين ها في مشكلة وحدة الخنفروش. إي إنك مكلته ما توقف. هي من كثر ما هو لذيذ اللهم لك الحمد المهم ما شاء الله عليك يا شامبي روح بارك الله فيك او راشد زين نمبر 1 رقم 1 روح رويس ما برويس المدينه ما شاء الله مين انه ما ياكلنا صافي
محمد محمد عثمان خلصت للبادع ابوه متوفي الحين ما عندك باب غير عندك التحيه ها تخلف له ايه خلي ترى علي ابوك كيف حالك انا هنا حبيبك بعد ما حالك من سنة 90 بس الله يرحمه بس ما شاء الله ترى ما عندي خبر لا والله زين انه خبر عشان جي يوم يقول لك يتيم يتيم تراني ولا حبة ولا حبة صابي عطاني يلا شوف يلا بعد يتيم عين اليوم بغدي اليوم بغدي يا محمد اليوم غدا صافي والله لا لا تحل والله صافي اليوم والله. اه زين زين حل طلع تبي طلع يقول لك لا ما عندي صافي الا دمون وحده البحريني ان شاء الله انه مكثف المهم لا لا مسوي 12 12 اي انت ست ومن هالست ما باكل اثا باكل زبيدي اليوم اليوم زبيدي عيس بالصافي عناي كم باقي لنا؟ والله عنا وصل كم باقي؟ ان شاء الله وين باقي؟ 2 ساعة ان شاء الله 2 ساعة؟ ايوه اي بس على الحمارة نحن والله الصبح الله يسلمكم من ضمن المحتوى اسولف وانا اسوي سوالف مغيّة يعني اذا انا بجلس في طول الدرب اقول له طال عمرك وهو يقول مساك الله بالنور يا الغالي واقول له يا البركه وهو يقول لي يا المظنون ما شيء فايده شو هالمحتوى الخايس شو هالمحتوى اللي ممزور كل نفاق وممل فلذلك الصبح يوم عنايه قال لي والله انا صرت وديت شو اسمه البادع الصبح في الليل حسب جاب الصبح بخبر برقادي سالت عاده قال لي يشتغلون ميلس يبنون فانا من باب الضحك والسؤال واقول حق المتابعين ميلس انا اقول بعد ميلس بن جلوي انا ابو 4 سنين هم يخدمونه هذا ما بميلس هالكذا الحين اللي من غير مطرشين له فيديوهات مطرشين له مسجات كيف يلا شوف انتم طريقه السوس يوم يدخل شوفوا سوسه النخيل تجلس تمخر لنخله مخار في اليدع لين تصير وتطيح شوف بخير انت المنخرة هذا الله يسلمكم يدخلون بيني انا بين ما بلا انا وغيري حالك يعني يلسول مثلا هذين فاضيين ابو محمد والله ما عندهم شيء يبون يخلقون اي شيء عرفت اي شيء انت الحمد لله هذا من النوع اللي عاجل يعرف ان احنا صنع محتوى ونضحك ونسولف غيره يصدق ليش ترضى اني اقول لك شيء وليش حتى الكلمه حلوه الكلمه اللي قلتها حلوه حلوه يعني حلوة. لا هي ما بطنازه ولا بنقمه هي سالفه يعني انا ابو لو بعد ميلس بن جلوي كان ذهب انا ابو من متى كلامك صح ترى هي من 4 سنين يخدمونه وهي ما بطنازه ما بنقمه ولا بطنازه هاي سالفه يعني صناعه محتوى الواحد يضحك يسولف يلسولف كيف تخلي عمرك الطنازه وكيف ترضى على عمرك انه يتنهزر بك يتطنز بك يقول لك يشبه عجيب عجيب هذا حين حد من الوادم ان شافوك في خير حسدوك وان شافوك في شر ضحكوا عليك يلسون لي من تحت ليه تحت حتى هناك يوم في لندن اتمسخر وياه واضحك وياه انت موظف كيف ترضى يكلمك بهالطريقه وكيف 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 شوفوا هذه هاي قصه طالت عماكم الوادم اللي يخرب الناس بعضهم مع بعض المواشاة بين المدير والموظف بين الصديج وصديجه بين الأخت وأخوها بين الحرمة وريلها هاي العيال عيال الناس اللي مش متربايين ما بقول أنا الكلمة هاي الخايسة ما روم مش إنه ما روم ما يطيب ما يقول ما يجاوبني لساني أقولها عيب عيب لازم يدخل بين الربع وبين الصدقان سبحان الله يعني يدخلون بينك وبين ربيعك بينك وبين صديجك ويحشونه ويكوكونه ليش انت مستواك انت زين شو مستواك انت نازل من العرش الملوك والسلاطين يحبون المزح والسوالف
والدردشة. والناس يحبونك انت عشان تقول ايش دراني؟ اي الحين بهاي صناعة المحتوى لا طالع لهم لا طالع در انا خافك تزعل انت. انا والله ما زعل بس حط الكاميرا فيه والله النظارة ابعد اي والله غادي تحرم احد الاختيار لك يا خوفي ما تعقع حتى وانت بالبيت داخل البيت الحين لا كاني مبرقع اي والله بس لا والله حلوه والله الحين الاول واحد في كريمه كنزي هنمون اداري ما تخلي غادي امريكي امريكي اي والله هاي شو اسمه الحين الشيخ مال امريكا اللي جديد شو اسمه ايوه ترامب ترامب نفس الدويره تلوي اي والله كل طالت اعمارك مستوي من الفراغ اللي عندهم فراغ يبون يتقربون ويبع من 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 محمد او غير محمد يبون يتقربون منه على حساب يسوون الفراغ بينك وبين صديقك علشان لغاية في نفسي على اساس انهم هم يعني خايفين علي ويهمهم مصلحتي وخلاف وهم ترى بيردون عليك انت بيقولك ترى البادع دوم يضحك دوم يقول جي وبيهتمون جي لين يفرطون يعني لين يفرطونك من الجيس والقراطيس هذا المول على شو يستوي الفراق بيني وبينك وشو بيستفيدون هم ما بيستفيدون والخسران الاول والاخير نحن خسرنا بعض اي والله خسرنا انا ما علي باس انا انسان رب العالمين بييسر لي اموري وين ما زين لكن احب انا صداقه الوادم حتى تتكلم اليوم مش عشان احنا ترى الموقف اللي يصير بيننا احنا مش هو الموقف الاساسي احنا نتكلم بشكل عام ان الناس اللي يدخلون بين انت نفس ما قلت بين الاخ واخوه بين الرجل وحرمته بين الاصدقاء هي الكلام بشكل عام مش مقصود موقف او شيء احنا انا وانت اليوم نعرف ان النيه صافيه وان ما في شيء احنا عدينا هالمرحله بس نحن عدينا هالمرحله كان انا ابغي اوضح للعالم هاي كلها ان اللي تشوفون اللي يستوي هذا سبب بدايه الحين البادع انا تعرف ويا مسنين لكن ما تشسرنا ويانا اتلاقى ويا في المناسبات في الاعراس في الاحزان في السفرات اتلاقى ويا اتواصل ويا لكن كربع نسير ويني ضربه تونا كم من ثلاث اربع شهور ثلاث اربع شهور هو لو ما حس اني انا من وراي طيب ويود ما بيتم وياي كان حين كل حد يلصق يتم يعني هنمونه يرسل له من تحت يدقول له ها 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 لين يصير ويطفر يحطوا له الشمس في كف عيسى ما وبتم نفس الشيء ترى ما في فايده لا حول الله ما في فايده هاي سنه الحياه ابو محمد لا شوف ما شيء مشكله شوف اي انسان بينه وبين حد صداقه يخلي طريق سمح صحيح بتناقم انت وياي بتناقم وياه لا ترمس للثاني في الميالس لا ترمس عند زيد عند عبيد لا تظهر الاسرار لا تحط الشوك المتنجس في درب طريق لازم ترك طريق للعوده صحيح. بين الري الحرمه وريلها بين الصاحب وربيعه بين الاخ واخوه بين اصدقاء الوظائف حتى لو يستوي بينك وبين الشركه هاي نقمه لا تسب فيه لا تسبهم ما تعلم الغيب انت باكر الدنيا شو ترى الدنيا لها دواير وحوبات حوبات لحد يطري الاسرار بينه وبين ربيعه ولا بينه وبين الشركه ولا شو استوى شو ما استوى ترى الزمان هذا رداد والموظف طالت عماركم ليه يودر وظيفته ويكود فيها تكويد السنه في دقيقه عقب لو يخيس دمه ما بيرد للوظيفه هذه لازم تعرفون شو السبب ظهر من المعازيب هاي ما بيرد لو يخيس ثمه بيموت باليوع ما بيرد للوظيفة هذه للمدخل الرئيسي اللي كان له مصدر رزق ليش ما يرد ما بمن الغناء ولا بمن العقل ولا بمن الثقل ما يرد لأنه مكود فيهم قدام العالم مخبر هل بالشركات هايل أن الشركة هذه كانت تاكل حقوقه كانت مقصر في حقه كانت هنمونه ما تعطي إجازات ما ما يروم يرد لهم الإدارة بتقول له تركت حينة طر اللي طريته طر نعود ما يترقع ما قلت شيء بسيط أنت في المدير هذا ولا في الشركة هذه تكود شيء بالعظمة كيف فحينة يخيل من الموظفين يخيل من الناس اللي رمس عندهم اللي لذلك يموت باليوع ولا يرد شو السبب لأنه مسود ويا
بربخ بربوخة عواذ بالكبار هذا اللي منكم يعرف يخبرنا شو معنى كلمة البربوخة. تعرف البربوخة؟ أتحداك تعرفها. ولا حد. لا لا وايدين البربوخة. يلا رد الجواب عاده. شو هي البربوخة؟ هذه طالت عماركم نصيحة للصغير قبل العود. أنا اليوم ريال سايرة وياي علي الدنيا قضيت ومضيت وشاخل وناخل ومعلج المناخل شبعان ظاهر من خشمي قل جيج شاخل وناخل ومعلج المناخل شبعان ظاهر من خشمي قايل جيج شبعان من السير واليي لاف في الدنيا هاي كلها وياما عيت وامطرت وياما شفت وياما سرت وياما انظرت عيني وياما دخلت من اليمنى وظهرت من اليسرى وصاه حطوها شغبة في اذنيكم للصغير مثل ما قلت لكم قبل العود. اي انسان بيدخل في حياتكم وبيجيب لكم اخبار سيئة عن فلانة ولا علانة زيد ولا عبيد عن عرب كان عرفهم هذا من اول لحظة دقوا بلوح على جتوها اظهروا خاري خاري الحوي ياني وياكم. اي انسان بيجيكم وهو عنده علوم وبيفتها لكم عرفوا ان هذا مثل ما يجيب لكم بياخذ عنكم 100% يوم بكرة ورا بكرة اللي عقبه. حطوا في بالكم هالمعلومة هذه نصيحة وهذه وصاة والحصاة والوصاة حصاة. يلا. هذا الكولت اللي لا ان شاء الله انها مستمرة. ترى السماد كثرته سم يسوي تعفن وقلته ترى ما يصير ما يعطي معنى. طريقة التسميد سوي ثلاث حفر يبعد عن اليد ما يقارب ذراع الى ذراع ونص وتدفن السماد. كل حفرة تحط فيها ما يقارب 2 كيلو من السماد المعالج. سماد ضروري يكون سماد معالج على هالمنوال الثم ما يقارب 20 يوم 15 يوم وترد تغير اللي حفرته هني. ها مرة هذه مرة ثانية تحفر هني مرة ثالثة تحفر هني وانت تصير السماد زين إذا كان بكمية بسيطة مب هيلن بليجة شيل. طريقة ثانية هذا خندق دور ما دار للشيار. هاي الطريقة الثانية. يلا تفن تفن. هالطريقة أنت ما بتاذي لا بيتك أهل بيتك ولا جيرانك. ما كأنك سمت. أما أنك بتحط السماد فوق مغفي هذا لا بتستفيد منه. لا أنت ولا الشيار بالعكس بتخيس الفريج والفريج كله بيستاذي بيعرفون أنك أنت سامي. بيكثر الذباب. وبتكثر الحشرات كل من وراء طريقة التسميد. هذه أسلم وأحسن طريقة للسماد. التسميد هذا وقت الشتاء من يدخل الشتاء ابتدت الناس تسمد. تروم تسمد كل أسبوعين كل 3 أسابيع كل شهر كل شهرين على حسب المتاح. لكن الري يجب بهالطريقة
غمر لمدة 3 أيام من بعد التسميد إن كان قيض ولا شتاء. كثرة الماء تضر تسوي تعفن الجذور. ليش أبعدنا نحن بعدنا السماد عن اليدع؟ لأن اللي يمتص السماد فوائدة الجذور، جذور الشيارة ما عند اليدع، جذور الشيارة هذه عندي أنا توصل إلى متر ومترين وثلاثة في التسميد. عشان تحتاج تستفيد من الشيارة لازم يكون بعيد عن اليدع. اليونية هاي طالت عماكم نحطها في ري الغمر لأجل ما تسوي حفاير، هذا شيء متعارف عليه. ومن بعد التسميد يبتدي الإنسان يجلب التربة في الشهر مش أقل عن مرة أو مرتين، يسمونها تهوية التربة، ويخلون الأرض يوم يسوي يجلبون التربة الأرض دور ما دار الشيارة خلوها مكشوفة بلي ماء لمدة يومين. هذا الببلر، الببلر ينحط على تايمر، تايمر على حسب أنت الوقت اللي أنت ترسمه تخطط عليه متى يكون. أنا مثلا الفجر من الساعة 5 للساعة 7 خلص كل زراعتي. شوف أنت وين؟ أقول لهم أنا في صلالة في مدينة محمد بن زايد في أبو ظبي. هذه صلالة، هذا اللي تشوفونه في كل ساعتين يشتغل مدة 5 دقائق ما يصرف ماء، لأن رذاذ ساعات هيلس تحت الظلة وتفنيل إلا سحة ورطبة وفنيال قهوة والدنيا مطرجة. يلا أنت وين يا دبة؟ أنت وين؟ هوي يا برا هوي. في بيتكم أنتو؟ أسمع عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شعلومك؟ شخبارك؟ خير. وين سرت؟ وين جيت؟ شو علومك؟ شو تعال شيل لسانك. ما اشوف وجهك، وجهك انا ما اشوفه. يلا مع السلامه، مع السلامه. ما تراويني وجهك. صلاح حط الكاميرا على وجهك. ايوه حين زين. الله رقم واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما سرت البحر. انا ما سرت من كثر حنك يت الهويات واختر مسيرة البحر. شو دراني؟ شو اخبارك؟ خير. الحمد لله. باكر بيتي ما اشوف وجهك. ما اشوف وجهك. مع السلامة. عدل التليفون. الحين عدل. هي الحين زين. هذا وجهك بكب مكبرة بضروسك وخشمك وعيونك حياتك. تفضل. ناي لله ناي راجعون. شو بلاك؟ بتي عندي أخرى بس عند مريم؟ زين تعال. تعرف ليش؟ أنا مسوي حسو حسو مريم تبغي حسو. حريروه. صلاح مريومة تبع متهلع على حريروة باكر بسوي صلاح عدل التليفون. الغث انت. ما شيء مشكلة. تبى تسبح صالون، تبى تسير دبي، وتبى تاخذ الحريروة، تبى تسير عند قوم مريم. هذا كله دقيقة واحدة. شكرا. انت تقول تبى سير دبي؟ انزين سر، انا قابض انك عن سيرة دبي. انا ما قلت لك لا سير. انزين تهددني. خيبة حشي يا صلاح.
مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. جاءنا ما يلي هذه الصينية الطويلة العريضة بهالخريطة العود جايباتنها منو يا ابنها منو هاي مالهم هذا يا يينا طالة عماركم بيت يراننا هذا تم بحمد الله خطوبة ابننا يابر بن أحمد بن غويفه المنصوري على كريمة حمدان بن محمد المزروعي ودامت الأفراح من عائلة أحمد بن سعيد بو خالد طال عماركم وأم خالد مشكورين يا أبو خالد مشكورة يا أم خالد وطال عماركم الله يسعدهم ويألف ما بينهم ويسعدهم ويبارك فيهم ويرزجهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. هذا حين خطوبة تم خطوبة هي لا هذا ما هذا ما حين الذرية لا الذرية عقب الزواج بعد بنتريا لين خلاص بنسوي لكم بعد تهنئة ثانية وبنحضر إن شاء الله العرس وبنحضر الفرح ويراننا. هذا جرى العرف طالت عماركم أن الخطوبة والملكة والعرس إشهار وهذا أبوي كان خبركم أن هذا تمت خطوبة طالت عماركم الأول ما يقولون فلان فلان خطبوله لا فلان يوم يقولون عن فلان قالوا فلانة محيرة لفلان محيرة لولد عمها محيرة لولد خالها هي يوم يخطبون طال يسألون الفلانيين قالوا فلانيين حد محير إنها بنتهم قالوا ما حد ثاروا هذا تخالفوا الخطاطيب عليه عنده لكن قبل ذلك ما يتغرون مني والدرب يخطبون لا لأن ما تدري ما حد يخطب على خطبه مثل ما حد يسوم على سوم كذلك جرى العرف. المهم الله يبارك لكم هذا يراننا نحن لو ما أقولكم لو يسخنون الماء سموه بيننا وبينهم طيشين هالصفة كم مكبرها يا ربي طال عماركم مشكورين يا أبو خالد مشكورين. هاي لبسة أبو محمد اليوم كندورة من الكلر هذه اليوم صفرة صفرة حليب يعني والجوتي هذه هذا الله 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 أوه هذا تو طايح توني ما أخذ منه جديد لنك زين هاي ثاني لبسة ألبسة الصفرة الحمراء هاي أول مرة ألبس صفرة حمراء في الموسم هذا زين وهذا محمد البادع لازم الحيل كله وين النعال ولا جوتي لا ممنوع انت شو اسمك روضة وهذه شيرينة شيرينة تعالي تعالي معانا بليز شيرينة شو اول بادية شيرينة وصورت وياها يوم طالعت من الناس لان روضة بعيد والبنات ما تين قالت لي استحي جننين كلكم حلوة ما شاء الله انت ما تصورين صح تعالي معانا انت شو اسمك خلود وشيرينة ومنو روضة وخلود وشيرينة كلكم جميلات جننا ما شاء الله عليكم الله يحفظكم باي ترى من حلال عله هذا اللي يمشي ويا البادع كل يوم بيقص علي بخليني اشتري شيء المسرف انا ما علي انا مش مسرف انا مش مبذر انا مش حريص انا انسان احب اخذ شيء اللي استعمله زين ترى انت ما اشتريت 20 هاي ثاني نظاره يعني ونظاره براند يسوى هذا مبعنة يسوى شوف والله حلوة والله تحرم عن باحث انت الحين بتم دقق حلوة النظارة سمعتها وي هاي تبي تبيع قصب زوم بتقول حلوة حلوة ولا لا لازم تعرف في دمشق بتلحقش النار ولا انطلعت ما بحلوة زي تعرف شي عدالي ثاني نظارة لا مني الطرف هذا اها اشوف والله لما ترى جميلة ما شاء الله حلوة زين عزالة أنا اسمي خالد، أنت شو اسمك؟ وردة وردة؟ وردة خرب اللهتك من وين وردة؟ من المغرب خرب اللهت وردة ما أقول عن شيء زين شو رأيك زينة؟ لا مزيونة حلفي والله العادي ترى الله بياخذ القضاء منك إذا أنك طلعت مبسوطة ياخذ منا كلنا إذا نبقى بس في ذمتك أنا باخذها شهدوا يا من حضر رب العالمين يا الله يا رب إذا كذبت علي أنك تتصلي منها ما جذبت علي طالت عماركم هذا الرجال شو اسمك أنت أبوي؟ أنا محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح الحين أقنعني قال لي
هذه وين الثاني؟ هذه. هاي الثاني. قال لي الحين انت عاوز شو؟ قلت لي انت عاوز هاي ولا هاي؟ المهم الحين هو اقنعني، قال لي شو رايك اقنع؟ قلت الحين انت بيعت الوادم الاهرامات، انت ما بتروم تبايعني نظارات؟ انا مو حليلي يا ماروم عليك، انت مصري وانت من المغرب؟ انا من المغرب. يا مرحبا ورده. ايه الله اكبر. هاي ما دانيه انا، هذا اي واحد اسمه ديفيد انا ما دانيه. بعد كلولو ديفيد روحه، ديفيد وكلولو قرب الله بعد لو ديفيد روحه يمكن. يلا انا اقول بلال فالبادع دومه فجري ما عنده بيزات. هذول كم نظاره ماخذ من عندهم؟ 60 نظاره من عندهم. هذا ماخذ 60 نظاره، وهذا الرجال يقول ده حبيبنا، ده حبيبنا على الفاضي. ليش ما تسوي تعطونا شيء بلاش؟ ما يبع عيونك. يبقى كم لحظه كم جوتي عندك؟ ايش دراني فوق ال 100 صح؟ لا استغفر الله العظيم. 67 لا يا رجل 3. المهم بدر عن كرامتك. غيرت زين. لا انا ما عندي 60 نظارة والله العظيم اللي عنده. لا طلعتك. تعال تعرف اني طرف هذا حبيبتي. لا شيء مكان اول بادي. شوفوا انا منو؟ انا خالدي. وانت منو؟ ميرة. لك شو؟ ميرة ميرة بالتعبير. وانتي؟ انا لطيفة. بنت منو؟ بنت علي. بنت علي. شو تقرب من البعاف؟ خالتي. امها؟ اختي. انت خالتها؟ انا خالتها. انت اصغر خالة في الدنيا بحياتي ما شفت خالة صغيرونة. الله انا ما شفت خالة صغيرونة. كيف شي صغار خالة وصغيرونة؟ تقولي لها خالتي؟ لا تقولي لها. لو اقول لها لطيفة. ايه لطوف بعد. هب لطيفة. انا لو خالة ما بقول حق وحدها الكبيرة خالتي. لازم تكون كبيرة ولابسة برقع وشيلة وعباة. يلا يلا قولي لها خالتي. هالكبيرة وخالتي يستحي. زين في أي صف أنت؟ أول. وأنت؟ رابع. زين شو حافظة؟ حافظة شيء؟ شو؟ أي صورة؟ حافظة وايد. لا أي شيء. حافظة شيء؟ من القرآن؟ شو صورته؟ صورت يلا قوليها. بسم الله الرحمن الرحيم. وانتي شو حافظة؟ نفسها. يلا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. صدق الله العظيم. ثانك يو جيل. شكرا. صوري وياك. لكن لازم تعرف ليش أنا بغيت أصور وياك. في سر. رفع تليفونك. رفع التليفون. راوهم اللون. الله. عرفت شو السر؟ شو اسمك انت؟ حمدان. الله يحفظك يا حمدان. تقول اسمها اول بادي انت منو؟ حمدان. وانتي؟ لميس. انتي؟ لينا. انتي؟ وانتي؟ مريم. وانتي؟ شيخ. وانتي؟ فاطمه. يا فاطمه تعالي هنا عدالي. بعد انتي هنا عدالي تعالي. وانت تعالي هنا مع شوي جبان. عتبنا طلع كنا في الجروب واحد. زين شو تبغون نسوي الحين؟ نغني؟ عندهم قصيدة، عندهم نشيد، شو تبون؟ ولا بس تيزن؟ كفي؟ جاء خبروا انت كل واحد يكون في أي مدرسة؟ أنا فين نخبة؟ وانتي؟ هاي؟ وانتي؟ 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 زين الهوايات، انتي شو هوايتك؟ بعد رقص. زين وانتي؟ هاي رسم. وانتي؟ انا رسم. وانتي؟ سباحة. وانتي؟ سباحة. انتي؟ اشكى فنت. وانتي؟ اشكى فنت. تعرفين انا شو هوايتي؟ الكلام. يلا مع السلامة. ماي نيم از خالد. يور نيم؟ ماي نيم از ماجي.
Maggie, thank you for the Spanish latte. Thank you so much. It was very good taste. I'm so humbled. You're most welcome in Rain family. Inshallah. Thank you very much. Have a lovely and night. And nice to meet you. My Where pleasure. Do you come from? I come from Kenya. You have babies? Yes, I'm a mommy. How many babies? Five? No, only three. Alhamdulillah. Boy, girl? So two boys and one dog. How old are they? My first one is 9 years. Uh-huh. My second born is 6 years. Uh-huh. My last born is 3 years. Masha. Thank you so much, sir. Say hello to your family. I will say hi. Thank you. Please have a lovely night. Thank you so much. اسمنا حجي وعمان هي دختر ابويا عمان هي دختر الله يحفظك يطول في عمرك ان شاء الله.